تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة الكويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين السطور لتسليط الأضواء على أبرز مستجدات الصحافة الرياضية لهذا اليوم سواء المحلية أو العربية أو العالمية. فأهلا وسهلا بكم معنا. بداية وقبل الدخول في صفحاتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز العناوين. نبدأ الجولة مع الأنباء التي عنونت عناد يترقب مساحات لاعبي الأزرق. وأما الجريدة فقد جاء فيها الكويتي كرم ثاني مسابقة 400 متر في منافسات لقاء الدوحة. نبدأ جولتنا المحلية مع أبرز ما طلعتنا به صحيفة الأنباء. عناد يترقب مساحات لاعبي الأزرق. يترقب الجهاز الفني منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الوطني ثامر عناد نتائج المساحات للاعبي العربي وكاظمة، والذين سيكون من ضمنهم اللاعبون الذين سبق أن استدعاهم إلى صفوف الأزرق، حيث اختار 5 لاعبين من الأخضر ومثلهم من البرتقالي. وفي حال إصابتي لاعب سيضطر عناد لإيجاد البديل بصورة سريعة سيكتفي بالعدد الموجود، حيث اختار 30 لاعبا، وبالتالي لن تتأثر الاستعدادات كثيرا إذا غاب لاعب أو اثنين. نفتح صحيفتنا الثانية وهي الجريدة ونقرأ من خلالها الكويتي كرم ثاني مسابقة 400 متر في منافسات لقاء الدوحة. أحرز اللاعب الكويتي يوسف كرم المركز الثاني في مسابقة 400 متر جري ضمن منافسات لقاء الدوحة الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى، وجاء في المركز الأول بالمسابقة التي شهدت مشاركة كبيرة من أبطال وبطلات العالم والأولمبياد الأمريكي كاماري مونتجمري. وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار لنزي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يحسب لألعاب القوى الكويتية في هذا الملتقى العالمي. بعد الانتهاء من جولتنا المحلية لهذا اليوم نذهب لفاصل قبل البدء باستطلاع الصحف العربية. نبدأ مع الرياض السعودية. الأهلي يسعى للوصول لربع النهائي عبر بوابة شباب أهلي دبي. وفي الأيام البحرينية الأهلي للقب طال انتظاره والمنامة لتأجيل الحسم. أولى صحفنا العربية ستكون الرياض السعودية التي جاء فيها الأهلي يسعى للوصول لربع النهائي عبر بوابة شباب أهلي دبي. يخوض الأهلي مباراة حاسمة في محاولته لقطع شوط كبير نحو التأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا عندما يواجه شباب أهلي دبي مساء اليوم السبت على استاد الجنوب في دور 16. وإذا ما أراد الأهلي مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب عليه أن يحقق الفوز في هذا اللقاء، وهو ما يبدو غير مستحيل، وبالنظر إلى الفوارق الفنية بين الفريقين فإنها تبدو متشابهة إلى حد بعيد. صحيفتنا الثانية ستكون الأيام البحرينية التي عنونت الأهلي للقب طال انتظاره والمنامة لتأجيل الحسم. ستكون صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة على موعد مع المباراة الثانية ضمن سلسلة النهائيات لمسابقة دوري زين البحرين لأندية الدرجة الأولى لكرة السلة، وذلك بمواجهة الغريمين الأهلي مع المنامة مساء اليوم السبت في مباراة سيبحث فيها الأهلي عن التتويج بلقب طال انتظاره طويلاً
وتكرار انتصاره على المنامة الذي سيسعى بكل قوته إلى تأجيل الحسم لمباراة ثالثة فاصلة بعد خسارته في المباراة الأولى من سلسلة النهائيات. صحفنا المحلية والعربية لهذا اليوم انتهت، فاصل ومن ثم نواصل مع الصحف العالمية وأبرز العناوين. نبدأ مع ماركا، استمرار غياب هازارد عن الملكي. وفي الميرور سولشاير، نسعى لتصحيح الأخطاء. وفي الكورييري كونتي يكشف الحقائق. أما توتو سبورت، مطالب بمعاقبة اليوفي بالهبوط. وأخيرا في سبورت، نيمار ينضم إلى ميسي وينتقد إدارة البارسا. تنطلق جولتنا العالمية من صحيفة ماركا، استمرار غياب هازارد عن الملكي. كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة مكونة من 22 لاعبا ستذهب لمواجهة ريال بيتيس اليوم السبت لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري الأسباني. وشهدت القائمة تواجد مارتن أوديغارد بعدما تبين من أنه غير مصاب بفيروس كورونا. أيضا يعني من خلال حديث عن الصحافة العالمية وأهم ما طلعتنا به، أكيد ينضم معنا عبر تطبيق زوم الزميل والناقد الرياضي والإعلامي عبد الكريم الشمالي، طبعا رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة. بداية أمسي عليك بالخير زميلي عبد الكريم، سعيد بتواجدك في هذه الحلقة. يا هلا فيك، أنا سعد خالد، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. حياك الله، وأكيد نستمتع معك في هذه الحلقة. وأكيد خبرنا كان عن هازارد وطبعا عن ريال مدريد، اليوم إن شاء الله سيكون هناك مواجهة أمام ريال بيتيس، لكن هناك غياب أيضا لهازارد بسبب الإصابة. ما مدى تأثير غياب هازارد على عن الملكي، ومن هو الأنسب لتعويض هذا اللاعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك بأن يعني هازارد غيابه عن أي فريق هو غياب مؤثر، إلا أن يعني بالنظر إلى دوره مع ريال مدريد سواء خلال الموسم السابق قبل الجائحة أو بعد الجائحة، يعني لم يكن هذا الدور المهم، خصوصا بأن عانى من الإصابة لفترة طويلة. لذلك أعتقد بأن الآن ريال مدريد بحاجة إلى تواجد هازارد كإضافة وليس كدور مفقود. نعم. أما من يعوض يعني هازارد، فأعتقد بأن يعني ريال مدريد يعتمد على توليفة دائمة بوجود رودريجو وفينيسيوس، بالإضافة إلى يعني كريم بنزيما كرأس حربة دائم. أعتقد بأنه وصل إلى هذه التوليفة التي كان يعوض بها أي غيابات في خط الهجوم. نعم، يمكن أنت ذكرت ثنائي طبعا فينيسيوس ورودريغز، يعني هل بوجهة نظرك ممكن هل الثنائي هذا يقود الريال لتحقيق الألقاب، إذا ما علمنا أن يعني أكيد ريال مدريد يسعى دائما للألقاب في ظل يعني نجوم مثل النجوم البرازيليين؟ يعني أولا ريال مدريد بالتأكيد نعم استطاع أن يظفر في لقب الدوري بوجود رودريجو وفينيسيوس. هذا الثنائي ثنائي بدون شك ثنائي موهوب، ثنائي يعني يمتلك من الإمكانيات الكبيرة ما يمتلك، إلا أنه أعتقد بأنه يحتاج
أكثر خبرة، يحتاج أكثر احتكاك في بطولة، ليس في الدوري نعم بل البطولة المحببة لريال مدريد، وهي دوري الأبطال التي خرج منها على لون هذا الموسم. أعتقد بأن يعني رودريجو يتطور بشكل أكبر من فينيسيوس. فينيسيوس يعني لا زال هذا اللاعب الذي يعتمد على الاستعراض والمهارة، يفتقد إلى اللمسة الأخيرة أكثر من رودريجو، لكن بالتأكيد سيكون هذا الثنائي لا شأن كبير في صفوف المرينجي إذا ما استمر. عموما اكيد نتمنى لهم كل التوفيق، ونشاهد ان شاء الله نجوم يبرزون على الساحه العالميه، يكونون اضافه ايضا للنجوم المتواجدين في جميع الانديه. ننتقل ايضا في خبرنا الثاني لصحيفه الميرور، والى اكيد الحديث عن سولشاير. نسعى لتصحيح الاخطاء. تحدث مدرب مان يونايتد سولشاير عن استعداد فريقه لمواجهه برايتون اليوم بالجوله الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. وقال سولشاير: بعض اللاعبين تدربوا بصورة مميزة، قدمنا أداء جيدا أمام لوتون وكنا بحاجة للتحسن بعد هزيمتنا أمام كريستال بالاس، وعن حاجته لقلب دفاع جديد أوضح الموسم الماضي أثبت قدرتنا على الدفاع جيدا، ولكن الأسبوع الماضي لم يكن رائعا، حيث استقبلت شباكنا أهدافا من أخطاء، غير أن سجلنا الدفاعي من الموسم الماضي كان متميزا في وجود بايي الذي عاد مجددا وماغواير. وحول خطط الانتقالات قال: بالنسبة لنا فقط نعمل على التحسن، وتركيزي ينصب بشكل كامل على المباراة فقط. زميل عبد الكريم الشمالي، يعني تصريح سولشاير واضح، لكن تعقيبك على هذا التصريح؟ أنا بالنسبة لي تصريح غريب جدا، يعني الكل يعرف بأن انطلاقة اليونايتد جاءت بعد الجائحة. الموسم الماضي عانى كثيرا، بداية هذا الموسم أمام في المباراة الأولى خسر بثلاثية، الآن يتحدث عن عدم حاجته إلى قلب دفاع، والكل المتابعين النقاد محبين نادي حتى لاعبين نادي السابقين يتحدثون عن حاجة سولشاير الى قلب دفاع، وهو ما يعني وهو واضح جدا هو يحتاج الى قلب دفاع يلعب مع احد الثنائي، وخصوصا مع ماغواير. ماغواير تطور بشكل كبير، لكن يحتاج الى قلب دفاع سريع يستطيع ان يشارك بالهجمه مع القادمين من الخلف، ويستطيع العوده بشكل سريع، وهو ما يفتقده اليوم في قلبي الدفاع الموجودين معه، وما اللذان يعني اعتمد عليهم في المباراة الأولى إن كان بيلي أو هاري ماغواير. نعم. الاثنين يعتقدون إلى عنصر السرعة، نعم يتمتعان بقوة خصوصا ماغواير، لكن يعتقدان إلى السرعة. أعتقد بأن مانشستر يونايتد يحتاج إلى تعزيزات، خصوصا مع أنه يعني انتدب لاعب واحد فقط وهو فان دي بايك، لا فاعتقد بانه هو يحتاج الى اكثر من لاعب. نعم، انت ذكرت ان طبعا مانشستر يونايتد يحتاج الى اكثر من لاعب، طبعا عشاق ومحبي مانشستر دائما يعني طموحهم كبير ويأملون اكيد بالعوده الى منصات التتويج بعد غياب، لكن تحديدا في الدوري الانجليزي، لكن ما هي ايضا الصفقات اللي يحتاجها اليونايتد للعوده للمنافسه على الالقاب؟ يعني انا قلت انه يحتاج الى قلب، الواضح جدا يحتاج الى قلب دفاع، يحتاج الى مهاجم صريح، مهاجم يلعب في مركز تسعه. نعم يمتلك راشفورد، يمتلك مارسيال، يمتلك اخرين، لكن هو يحتاج الى لاعب مركزه هو تسعه. نعرف كل ما يمتلكه ويلعب به سولشاير هم لاعبون يجيدون اللعب على الاطراف ويجيدون اللعب السريع، لكن لا يوجد لاعب لديه ميزه اللعب داخل الصندوق بشكل مستمر. واعتقد بان ايضا من المهم جدا ان يحصل سولشاير على لاعب قائد داخل الملعب، ويعتمد بالتاكيد احيانا على بوجبا باداء هذا الدور.
يعتمد على ايضا حتى ماجواير في الخط الدفاعي، لكن اعتقد بان اليونايتد يحتاج الى لاعب الذي يستطيع ان يقود الفريق من داخل الملعب، خصوصا مع تغير نتائج ومجريات المباريات. نعم صراحة ليس فقط يعني محبين مانشستر يونايتد يودون بعودة المانشستر إلى عهده ووضعه الطبيعي بالمنافسة على الألقاب، حتى يكون الدوري الإنجليزي في مستوى عالي، وهذه تمنيات صراحة ليس فقط لمحبين مانشستر بل لمحبين أيضا الرياضة والكرة بشكل خاص، وتحديدا متابعي الدوري الإنجليزي. عموما ننتقل إلى صحيفة الكوريري، والتي ذكرت كونتي يكشف الحقائق. قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن انتقاداته العلنية والمتكررة للنادي المنافس في الدوري الإيطالي مجرد نقاشات صادقة مع الموظفين، وتبقى علاقة كونتي بإدارة الإنتر تحت الأنظار في موسمه الثاني عندما يسعى لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري في 9 مواسم متتالية، ويستهل نيراتزوري وصيف بطل الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي في الموسم الماضي موسمه الجديد باستضافة فيورنتينا اليوم. واعترف كونتي بأنه لم يستمتع في الموسم الماضي كما كان ينبغي، وأضاف عندما تجد فرصة للفوز تحاول اغتنامها، لكنني أدركت أنني يجب أن أتعلم الاستمتاع بهذه المواقف. زميلي عبد الكريم الشمالي، يعني عشاق الانتر قلقين من خلافات كونتي مع المدافع سكرينيار وايضا نجم الوسط اريكسن، لا سيما بعد رحيل جودن، التخوف من رحيل ايضا الثنائي المذكور. تعليقك على هذا التخوف من عشاق الانتر برحيل هذين النجمين؟ اعتقد بان يعني هذا التخوف مشروع بالنسبه نعم. للمتابعين ومحبين الانتر، لكن الواضح جدا ويعني ما هو ما صرح فيه بان اريكسون سيبقى وليس هناك خوف، رغم ان يعني كانت هناك مؤشرات بانه هو غير مرتاح لان لم يجد ثقه ولم يجد المكان الاساسي، لكن بالتاكيد ان اريكسون مستمر مع الانتر. الحديث الان عن سكرينيار كل المؤشرات والاخبار تؤكد بانه هو في يعني الطريقة إلى الخروج، إذا ما وجد الإنتر المبلغ المناسب لبيعه، هناك اهتمام من توتنهام، وهناك أيضا يعني حديث أو تقارير صحفية تتحدث عن يعني نية توتنهام التقدم بعرض للشراء وعدم ممانعة الإنتر، خصوصا بأن الإنتر الآن يعني يريد وينوي التعاقد مع كانتي، وكانتي نجم تشيلسي لا يمانع في يعني الانتقال الى انتر، فعلى انتر ان يوفر المال. اعتقد بان يعني اذا ما توفر عرض مناسب لسكرينيار سيتخلى عنه السيد كونتي. نعم، يعني الانتر الموسم الماضي صراحه هو يعني ثاني كاس الاتحاد الاوروبي، ايضا الدوري الاوروبي، ثاني الدوري الايطالي، قدم مستوى الموسم الماضي، لكن بالنهايه ما ظفر بالالقاب. المدرب كونتي والمدير ماروتا اكيد نجحا في عوده الانتر من خلال الموسم الماضي المستوى، لكن هل الفريق قادر بهذا الموسم على حسم اللقب مع صفقاته الجديده ومع وجود اكيد المنافس الاكبر اللي هو اليوفي؟ اعتقد بان الانتر الان يعني لديه القدره، خصوصا مع استمرار كونتي. نعم. التخوف كان من ان يعني كونتي يرحل، لكن صحيح. استمرار المدرب الثاني، وجود مدرب على راس الفريق ذو خبره في بطوله الدوري الايطالي، مقابل وجود مدرب جديد على راس اداره اليوفي وهو بيرلو، اعتقد بانه قد تعطي نوعا ما فرصه جيده، وقد تكون في افضليه بالنسبه للخبره على 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 اليوفي، لكن مع كتيبه مدججه بالنجوم في وسط في في يعني في اليوفي، على انتر وغير الانتر ان يحمل بشكل كبير جدا
للوصول الى يعني خط المنافسه مع اليوفي، لكن اعتقد بان في هذا الموسم سوف نشاهد بطوله اكثر تنافسيه واكثر حده، خصوصا نعم. من الانتر على اللقب مع اليوفي. أنا أتمنى صراحة مثل ما ذكرت أنت نشاهد أيضا بطولة خصوصا في الدوري الإيطالي يكون فيها منافسة أكبر يعني على اللقب، أكيد وجود اليوفي، نتمنى الإنتر، الميلان، روما، أيضا نابولي يكون في عودة صراحة وتكون بطولة ودوري مميز، أكيد الدوري الإيطالي. أيضا كشفت صحيفة توتو سبورت عن مطالب بمعاقبة اليوفي بالهبوط. تعالت الأصوات في إيطاليا المطالبة بضرورة معاقبة نادي يوفنتوس في حالة ثبوت تورطه بقضية غش الأوروغوياني لويس سواريز من أجل امتحان اللغة الإيطالية حتى يحصل على الجنسية ومن ثم جواز سفر أوروبي للانضمام إلى السيدة العجوز. زميل عبد الكريم الشمال، يمكن كشفت صحيفه الكوريري ديلو سبورت عن مذكره تقدم بها دونزيلي رئيس جمعيه المستهلكين الايطاليه للمطالبه بتوقيع اقصى عقوبه على اليوفي واستبعاده من الدوري، واكيد يعني دونزيلي قال اذا تم تاكيد التورط المباشر ليوفنتوس فمن الضروري ان يقوم اتحاد كره القدم بفرض عقوبات شديده جدا على بطل الكالتشيو. توقعاتك بموضوع تسريب الأسئلة في اختبار حصول سواريز على الجنسية الإيطالية، يعني هذا خبر يعني صراحة يعني كبير، هو نعم هو تقدم لكن لم يحصل على الجنسية وانتقل بالتالي إلى أتلتيكو مدريد، لكن هناك البعض يطالب بأكيد التحري، من الذي سرب الأسئلة إلى لويس سواريز؟ ويمكن الاتهامات تشير إلى اليوفي لكن لا نعلم. عموما أنا أوجه سؤال لك، رأيك بما يعني سمعت؟ اولا هذا شيء ليس بجديد على ايطاليا، نعم يعني في موضوع التزوير او يعني التلاعب في موضوع نعم. حصول اللاعبين على الجنسيه وغيره، كلنا يذكر يعني كانت اعتقد بان القضيه الاشهر هي قضيه جواز ريكوبا وبعض اللاعبين الاخرين، بالضبط تزوير مواليد وغيره، لكن اليوم لأن اللاعب أراد أن ينتقل إلى اليوفي، فأنا يعني بظني بأن هذا كان من اللاعب نفسه طمعا في الانتقال إلى اليوفي، لأن اليوفي أمامه كانت خيارات أكثر من خيار، وبالتالي نعرف بأنه هو نعم. لجأ إلى الخيار الثاني وحصل على خدمات مرات من أتلتيكو. أما المطالبة في هبوط اليوفي، أنا لا أعتقد بأنها منطقية، لأن نعم. لأن بالنهاية هذه قضية جنائية، إذا ما كان اليوفي متورط فيها، هذا من جانب. الجانب الآخر هو ان هذه القضيه خرجت، يعني حصلت خارج اطار المنافسه، نعم. لا علاقه لها لا في الموسم الماضي ولا علاقه لها في الموسم الجديد، يعني سواريز لم يشترك مع اليوفي في المسابقه، واليوفي لم يحصل على ميزه حتى من هذه الحادثه، نعم. يعني ان كان مشارك فيها فهو لم يحصل على ميزة، لم يحصل بالنهاية على سواريز، وبالتالي يعني معاقبته بهبوطه إلى الدرجة الثانية أعتقد بأن يعني فيها إجحاف لليوفي أولا، وظلم للدوري الإيطالي، التخلي عن أهم فريق في اليوم يسيطر على اللقب في آخر 9 سنوات.
أيضا نتكلم عن اليوفي بالنسبة لسوق الانتقالات، رأيك وملاحظاتك بالنسبة لفريق يوفنتوس؟ يعني اليوفي بسوق الانتقالات اعتقد بانه كان نشيط جدا، نعم حصل على يعني صفقه مميزه، انا اسميها يعني واعتذر عن هذا التشبيه، لكنها صفقه قويه من برشلونه. حصل على لاعب بعمر 22 عام، لاعب مميز هو نعم ارتور، مقابل التخلي عن لاعب عمره 30 سنه بيانيتش، وايضا عوض رحيل هيغواين بموراتا. اليوفي لا زال نشيط في سوق الانتقالات، الباب لم يقفل بعد نعم امام ما يقارب اسبوعين. اعتقد بان يعني اليوفي رغم انه هو البطل الا انه دائما ما يكون هو الانشط ما بين الفرق الايطاليه في كل موسم لتعزيز صفوفه، رغبة من ليس في المنافسة على الدوري. لقب نعم الدوري على دوري الأبطال. نعم هو اكيد يبحث عن الشامبيونز ليج، فلذلك دائما تعزيزاته نشاهدها تكون على مستوى للحصول اكيد والبحث عن لقب دوري ابطال اوروبا. واخيرا ابرزت صحيفه سبورت نيمار ينضم الى ميسي وينتقد اداره البارسا. بات نجم نادي برشلونه السابق وباريس سان جيرمان الحالي نيمار اخر اللاعبين المنتقدين لاداره الفريق الكتالوني بشان التخلي عن لويس سواريز لمصلحه اتلتيكو مدريد، واثار قائد الفريق ليونيل ميسي الكثير من الجدل بعدما قام بانتقاد اداره النادي علنا في منشور عبر حسابه الشخصي في انستغرام، مشيرا الى ان الدولي الاورجواني لم يرحل بالطريقه التي يستحقها. وقام نيمار بالرد على هذا المنشور، حيث قال انه امر لا يصدق، كيف يفعلون ذلك بحق نجم أعطى الكثير. والله أنا زميلي عبد الكريم شمالي، أنا كنت بتكلم عن نيمار، لكن نيمار هو لاعب باريس سان جيرمان، مو يعني ما أعتقد أنه من الأجدى منه أو الأجدر أنه يبحث عن تعليق على انتقال لويس سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد. لكن الحديث عن ميسي وعن تصريح ميسي بالنسبة لانتقال لويس سواريز بأنه ليس يعني بالطريقة الصحيحة، هل تصريحه من وجهة نظرك صحيح؟ حتى لو كان يعني البعض يقول بأن بارتوميو أسوأ رئيس نادي في تاريخ برشلونة، لكن تصريح ميسي كنجم في هذا يعني الجانب وهو انتقال لويس سواريز، رأيك؟ اولا نيمار يعني بشكل سريع، نيمار نعم يدافع عن صديقه، واضح جدا حتى لو بالضبط كان يلعب في مكان اخر، صحيح هو يدافع عن سواريز كصديق. بالضبط. اما ميسي فاعتقد بانه هو يريد ان يوصل رساله، نعم، اولا الى الاداره بان الامور ستظل بهذا الشكل بيني وبينكم، طالما لم تسمحوا لي بالرحيل. نعم. وهو ايضا يعني يؤكد او يشير بان يعني العلاقه ستبقى متوتره، وبعدما اجبر على البقاء في صفوف برشلونه. بالتاكيد تصريح ذكي جدا، هو يريد ايضا ان يؤلف الجماهير، نعم، على بارتينيو في هذا الوقت الذي يواجه فيه خطر طرح الثقه بعد النجاح في يعني الحصول على العدد الكافي للاستبتاء. الامر الاخر والاخير هو ان يعني ميسي فعلا يشعر بان نجم مثل سواريز، والكل يشعر بان نجم، نعم، مثل سواريز لم يستحق هذه المعامله سواء من كومان او من بارتيميو في طريقه التخلي عنه، ويعني بيعه بهذا الشكل. لك ان تتصور بان لاعب بقيمه سواريز بالنهايه ينتهي بانه ان يذهب بالمجان مقابل فقط بدلات. نعم، عموما احنا وصلنا الختام، اشكر زميلي الاعلامي والناقد الرياضي الزميل عبد الكريم الشمالي رئيس القسم الرياضي بجريده الجريده، شكرا لك تواجدك معنا في هذه الحلقه، استمتعنا بالحوار والحديث معك. الشكر موصول ايضا لكم مشاهدينا لحسن المتابعه، نلتقيكم ان شاء الله غدا وحلقه جديده من برنامج ما بين السطور، مع السلامه.